يعني حتى عندك 90 سنه لازم تتعلم، تعلم كل حاجه. ابدا سلف مجراتك وابدا حط خطوات صغيره، اقطع الحلم لاجزاء صغيره. النهارده انا عندي حلم ان انا هنجح في الكليه، عندي حلم ان انا اكون صاحب شركه، عندي حلم ان هدفي الرئيسي ان انا عايز اعمل فرصه كبير في مجال معين، عايز اوصل اشتغل في ناسا، عايز اشتغل في مكان كبير جدا. وبعد كده وقت حط في دماغك ان مفيش حاجه اسمها بروبلمز، المشاكل دي هي تحديات وشكل التحديات خليها فرص. كل ما تقابلك مشكله حتى لو قدر الله وفات اغلى الناس عندك، اعتبر ان دي فرصه عشان تشجع نفسك انت تحدي. كل المصائب بتعدي ولا يبقى فيها دي مشاعر، خليها كده بسرعه. ركز انت في حلمك عشان حلمك هو اللي هيسعد الناس، وده اللي هيتقالك، ده لو حسب عنك ان انت ربنا خلقك بهدف معين، ان انت تستخلف في الارض، تعمل حاجه كويسه لكل البشر. بعد كده ركز ان انت تعلم نفسك، والتعليم اصبح سهل، كل التولز حواليك. انت افتح اليوتيوب، افتح الاونلاين، اقرا، تعلم، الكتب كلها موجوده، وقسم احلامك واستخدم كل الادوات. الكلام، الفيسبوك، المنصات الاجتماعيه، اتكلم مع كل الناس وتعلم وتعلم وجرب نفسك، وفي الاخر صدقني هتحقق حلمك. وخلي بالك اذا ما كانش فكرتك باينه قدام الناس سخيفه فاحتمال نجاحها ضعيف جدا. وابتسم واستمتع بحياتك، لان الحياه جميله جدا، وايا ما كنت هتنجح ان شاء الله. شكرا.